أهلا بكم مشاهدينا من جديد لاستكمال ما تبقى من هذا الموعد الإخباري لإطلالتنا الدولية والتي نستهلها من قطاع غزة. إن تصادف هذه الأيام مرور الذكرى الثانية للحرب العدوانية على القطاع والتي استشهد فيها أكثر من 2000 فلسطيني خلال 51 يوما، ذكرى تأتي وسط مطالبات بمحاكمة قادة الاحتلال وسرعة إعادة الإعمار. التفاصيل في هذا التقرير لشعيب يوسف. بعد مرور عامين على انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، ما زالت آثار العدوان شاهدة للعيان. المنازل المدمرة بانتظار إعادة إعمارها وعودة سكانها المشردين في ظل البطء الشديد في دوران عجلة إعادة الإعمار. الأمور زي ما هي، يعني العدو الصهيوني قصف في البيت، واحنا الأخوة بيجي 6 انفار كل واحد في مكان مشردين، يعني فيش إلنا مأوى لحتى الآن. الحرب التي استمرت لواحد وخمسين يوما ارتكب فيها الاحتلال أبشع المجازر بحق المدنيين. عائلة بكر التي فقدت 4 من أطفالها كانوا يلهون على شاطئ بحر غزة طالبت بمحاكمة قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة جراء ما ارتكبوه من جرائم حرب. ارتكبوا مجزرة، احنا لن نفوت هذه، لن نتنازل عن حق اطفالنا، لن نتنازل الا تحاكم اسرائيل، تدفع الثمن اسرائيل. لازم تدفع الثمن، تعويضنا كمان فوق الثمن، تتحاكم وتعويض الاطفال، يعرفوا دم الطفل الفلسطيني مش مباح لاي انسان بالدنيا. وتعد حرب عام 2014 هي الحرب الثالثة على قطاع غزة، والتي وصفت بالاكثر الحروب بشعة ودموية. لذلك يأمل سكان القطاع بموقف دولي يأمن لهم العيش بسلام بعيدا عن ويلات الحروب. شعيب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.